الأضرار كان كتير كتير كبيرة، وخاصة أطفال وما أطفال. فأويناهن على بين ما مشينا لحالهن للصبح. الصبح كذلك الأمر رجع، اشتدت الرياح واشتدت العاصفة حوالي الساعة 12، صارت العاصفة أقوى. ما لك شيء فلق، حسبي الله ونعم الوكيل. الأضرار كتير كبيرة، كان بالخيام، كان بالفرش، كان يعني المخيم، حتى مواد تدفئة شتوي لحد الآن ما وصلنا. قلبت الخيمة علينا وتشخشخت الخيمة ونقلنا لعند جيراننا الأغراض كلياتها، ونحن هلا خايفين إنه يجي مطر وما عندنا خيمة وما عندنا شيء، وين بدنا نروح ما بعرف.